بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة حلوة. إحنا إن شاء الله هنتكلم مع بعض على طب الأسنان. الحلقة النهاردة على طب الأسنان في عيادات حياة كلينيك وحياة سمايل دنتال كلينيك. حابب الأول قبل ما أبتدي معاكم أتكلم شوية على التكنولوجيا والتطور الكبير اللي حاصل في مجال طب الأسنان. أنا شايف إن إحنا في مقولة مهمة جدا بتقول إن البني آدم بالذات الدكتور اللي ما يتقدمش لقدام وفضل في مكانه هو في الحقيقة بيرجع لورا، لأن قطر العلم ماشي بسرعة جدا. وقوف أي حد على مستوى معين من العلم ومن الكفاءة معناها ان هو بيتراجع مش بيتقدم. علشان كده احنا في العيادات بتاعتنا في عيادات حياة سمايل دنتال كلينيك وفرنا ان احنا نكون مع دكاترة اسنان، اساتذة جامعات كبيرة وناس اخصائيين عندهم واستشاريين كلهم عندهم العلم الكافي اللي يوصل لنا رسالة طب الاسنان للناس بحيث ان هم يبقوا في حالة من الرضاء عن العلاج وعلى أسلوب العلاج بتاعهم. احنا عايزين نقول ان في علاج لطب الأسنان غير طبعا التطور اللي حصل في مجال زراعة الأسنان، ودي حاجة احنا متخصصين فيها جدا والحمد لله. على مستوى مصر احنا زراعة الأسنان بالنسبة لنا من الحاجات اللي احنا نشتهر بالتخصص فيها، ودي طبعا ليها كلام كتير وليها اشكال كتيره هنتكلم عنها خلال الحلقه باذن الله، لانه بفضل الله احنا عملنا حالات كتيره جدا وكانت نسبه النجاح فيها عاليه ولله الحمد. الحاجه الثانيه التكنولوجيا بتاعت التركيبات الثابته والتطور اللي حصل فيها وانواع التركيبات الثابته اللي بقت حاليا قريبة جدا من الـ الشكل بتاع الأسنان الطبيعي، لدرجة إن ما حدش يقدر إن هو يفرق ما بينها وبين الأسنان الطبيعية. تكنولوجيا التركيبات الثابتة تطورت، بقى في البرينتنج بتاع الكوبري على الكمبيوتر، بقى في شغل ديجيتال كتير جدا، في حاجة اسمها الابتسامة أو السمايل ديزاين، ديجيتال سمايل ديزاين. كل الكلام ده خلى ان المجال لازم يكون الدكتور ماسك ايده كويس في المجال بتاع طب الاسنان وعارف التكنولوجيا الحديثه وعارف ايه الجديد في المجال ده، اللي بالتالي بيوفر خدمات كويسه للمرضى بتوعه ويقدر ان هو يدي المريض احسن علاج ممكن ان هو يتلقاه. الحاجه المهمه كمان ان في دخل الليزر مجال طب الأسنان، والليزر دخل بقوة وبشدة وبطريقة فعالة جدا في علاج اللثة وفي التبييض وفي التفتيح وفي الجراحات وفي حتى في حاجة اسمها البون موديليشن، يعني اللي هو ازاي وتحفيز العظم والخنسجة على النمو عن طريق الليزر. كل الكلام ده كلام جديد في طب الأسنان واحنا الحمد لله ماشيين فيه بخطة ثابتة وماشيين فيه بشكل طبيعي جدا، وبقى جزء من البرنامج اللي المريض بيتلقاه اثناء العلاج. فاحنا كمان بنوفر تيم وورك، احنا عندنا فريق عمل كبير، فريق عمل كلهم اكسبرتس، كلهم اخصائيين محترمين وممتازين. الكلام اللي دوت بيتم دايما من خلال الفريق دوت، كل واحد في تخصصه، بحيث احنا نوفر في الاخر الخدمه المتكامله للمريض بتاعنا. انا هسيبكم الاول مع الفاصل والفيديو الصغير ده، وبعدين نرجع تاني مع ضيوفنا ان شاء الله. بعد الفاصل هنتقابل مع الضيوف ونبتدي ان احنا نتكلم على الحاجات اللي احنا قلناها دي. فنشوف الفاصل ونرجع لحضراتكم.
مساء الخير. ما شاء الله تبارك الله، شكل أسناني الآن كيف؟ وقبل ممكن مصورة عندكم كيف؟ فطب الحياة، الله يحييكم حياة سعيدة إن شاء الله، ويعطيكم العافية دكتور محمد، دكتور عمرو، الله يعطيكم العافية ما قصرتوا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في تكملة الزراعة. فما شاء الله تبارك الله، يعطيكم الصحة والعافية. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. أخوكم باز بن عبد الله آل زيد الشريف. أهلاً وسهلاً. حياك الله. مشاهدينا رجعنا لكم تاني مع ضيوفنا اللي هم الأساتذة الدكاترة اللي هم متخصصين جدا اللي موجودين معانا في حياة كلينكس. احنا عندنا النهاردة ضيفين أعزاء ومن الناس اللي هم أعمدة في طب أسنان في مصر. معانا الدكتور حازم نشأت استشاري التركيبات الثابتة، ومعانا أيقونة العيادة دكتورة رحاب علي حسن. ازيك دكتورة؟ احنا النهاردة بإذن الله زي ما قلنا لكم في المقدمة هنتكلم على أحدث حاجة وأحدث تقنيات علاج في طب الأسنان، وبرضو فرصة ان احنا نقدر ان احنا نعرض لحضراتكم من خلال الكلام ايه انواع الحاجات اللي بتتحط كتركيبات في طب الاسنان. الدكتوره رحاب كنا عايزين نسال حضرتك بالنسبه للتقنيات الجديده اللي بتتعمل في التركيبات وفي الفينيرز، وكان في ماتيريال لطيفه جدا هنعرضها دلوقتي على الاون لاي والان لاي والكلام ده، فكنا عايزين حضرتك تكلمينا عنها وهنقول الاخراج يعرضوا الصور وحضرتك بتتكلمي. اتفضلي يا فندم. طبعا من التقنيات الحديثه دلوقتي ان احنا بنقدر نحافظ على اكبر قدر من التوت ستراكشر، من حجم السنه او شكل السنه، بالان لاي والاون لاي والاوفر لاي. الان لاي ان دلوقتي بدل الحشو العادي او الحشو التقليدي نقدر ننظف السنه او نعمل كافيتي اللي هي الحفره بعد تنظيف الاسنان، وناخد مقاس للكافيتي دي او للحفره دي، بدل ما نحط فيها حشو عادي بنعمل فيها حاجه اسمها الان لاي. لما يكون الحشو ده واخد من اطراف السنه اللي هو الميزير والديستال بتاعها او الجناب بتاعتها، الجناب اليمين والشمال، الجناب بتاعتها اليمين والشمال، بنعمل حاجه اسمها اون لاي. لو في صور ممكن نعرضها واحنا بنتكلم عادي. اتفضلي يا دكتور رحاب. الدراسات طبعا اثبتت ان الان لاي والاون لاي والاوفر لاي دول بيدوا مده اطول في الاستخدام، بيدوا هي الفكره حضرتك ان انت بتقللي من كميه البرد اللي هيتعمل للسن، مش كده؟ ان انا بحافظ على الاسنان الطبيعيه على اكبر قدر منها. كنا زمان بنعمل نبني كور، نبني سنه ونبردها، دلوقتي ما بقاش فيه كده. حتى في الاسنان اللي بتعمل لها علاج جذور او اندو بقى في حاجه اسمها الاندو كراون، اللي هو التربوش المخصوص للسنان اللي معموله اندو. ده بيبقى معمول على اساس انه انا باخد مقاس برضو للحشو وابتدي اشتغل عليه واركب على السنه زي ما هي، بدون برد، بدون ريدكشن، بدون اي حاجه، بحافظ على حجم السنه الطبيعي. كانت الصور دي بس في رسومات بقى للصوره دي. ده بالنسبه للفينيرز. دي بالنسبه للفينيرز. طبعا دي حاله عندها تاكل في طبقه المينا، سنانها يلوش جراي، اصفر رمادي، فطبعا اللي تحت النص بالظبط الجزء اللي تحت. طبعا مع التكرار البليتشنج مفيش فايده، يعني بيدي immediate effect، تاثير لحظي ويرجع تاني. فطبعا الحل للحاله دي ان البليتشنج او الوايتنج او التبييض التفتيح مش حل، مش هيبقى نافع معاها خالص، لان اللون الاصفر ده دائم لان دي طبقه اللي هي تحت طبقه المينا. تمام. اللي احنا بنسميها دنتين او لب السن. الحل في الحاله دي فينيرز، اولا عشان احميه من التحسس، لان في الحاله دي بيبقى عنده تحسس جامد مع الساقع والسخن. مظبوط. ثانيا علشان احافظ على برده
التوث ستراكشر او حجم الاسنان او الهيكل بتاع الاسنان ما بروتش كتير. هو الفينيرز عموما تقنيه مخصوصه للحفاظ على الاسنان، يعني هي بصفه عامه هي مخصوصه للحفاظ على الاسنان بالزبط. لانه احنا بنحط العدسات وكمان بقت بروتكشن، يعني الناس كانت فاهمه ان الفينيرز هي جماليه بس لا، هي الفينيرز حمايه برضه، لان اسنان زي دي لما تكون طبقه المينا فيها متاكله تمام مع التحسس والكلام ده واوريدي سمك السنه قل، فاي تسوس هيوصل بسرعه للعظم. لكن لما نعمل الفينيرز احنا بنعوض طبقه المينا اللي فقدناها. كمان في ميزه تانية ان المينا اللي ورا لسه انت محافظه على الاحساس طبيعي بتاع السخن والسائل، مفيش اي برد وما عملتش اي مشكله مع الكونتاكت او الاتصال بين الاسنان كلها. تمام، لو في صور رسومات بالنسبه للاعداد برضو ينزلوها لنا عشان احنا بنتكلم كنا على الانلاي. ايوه هي الصور اللي حضرتك بتتكلم عليها، ده الانلاي والاونلاي والاوفرلاي. الانلاي اللي هو حفره جوه السنه، الحته الغامقه دي اللي هي الحشوه اللي اول صوره دي هي الانلاي على قد ما الحشوه اللي على الشمال دي الانلاي، بدل ما نحط حشوه ويحصل عليها بعد كده اعاده تسوس من جديد نتيجه بقى اي حاجه في تكنيك الحشو، ان احنا نعمل الانلاي بيدي مده اطول وبيخلي السنه تبقى مدموجه مع التركيبه حاجه واحده، وبيدي تقدر تستحمل فورس عليها اقوى، يعني تعيش مده اطول معاك وتستحمل مده اطول معاك. الجزء الثاني لو التسوس كان وصل للاطراف بتاعه السنه اللي هي الاونلاي، ده كويس. الاونلاي اللي هي اللي في النص بقى بالظبط اللي في النص واخده جزء من الاطراف، الاوفرلاي تبقى واخده جزء كمان من الطربوش. تمام. الاوفرلاي هي اقرب الى والكراون بقى اللي هو اللي هو احنا بنبرد السنه في الاخر خالص، ده اللي هو كله بقى متغطي بالطربوش او بنبردها سيركمفرنشال او حوالين السنه كلها ونعمل المقاس. تمام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ان احنا في عندنا بالنسبه للتفتيح وللتبييض، في العيادات عندنا بنعمل التبييض ده عاده مش لكل الناس بالليزر، طبعا بالليزر او حتى لو بالضوئي او بكيميكال او هوم بليتش، بس احنا بنحاول ان احنا الاول نختار العلاج الصح المناسب للحاله ما نضحكش على العيان، ما يبقاش عنده دنتين واقول له هعمل لك تبييض، يعني تعمل له تبييض ما يقعدش معاه اسبوع او اتنين ولو قعد اصلا وبعدين يرجع تاني، ده اسمه يعني رونج كيس سيلكشن، اخترنا الحاله الغلط العلاج الغلط. لازم انصحه ان انت لو عملت تبييض بعد فتره قصيره جدا هيرجع تاني. في الحالات دي يعني انا فرصه برضو احنا نتكلم عن موضوع المولز والناس اللي بتعمل بليتشنج في المولز وتبييض اسنان في المولز والكلام ده، بالعكس دي الحاجات اللي بيستخدموها تركيزات عاليه جدا من ماده التفتيح بتضر السنه وبتعمل تاكل في طبقه المينا وبتعمل انحسار في اللثه، لان هم ولا بيحطوا جام بارير اللي هو الطبقه اللي احنا بنحطها على اللثه العازل ده مهم بالزبط. جدا لان الماده دي اصلا لو يعني بتعمل اريتيشن بتعمل التهابات جامده جدا في اللثه، ده في حاجه تانية مهمه جدا بتعمل كمان لو هي الماده الكاويه دي شديده بالقدر الكافي ممكن تعمل حساسيه عاليه للاسنان نفسها بالزبط. يعني يبقى مش قادر ان هو يستحمل هو ده اللي بيحصل. بيقولنا مرضى يا دكتور بعد ما يعملوا التبييض ده في المول حصل له انجذاب للمنظر والبوث اللي محطوط وكده، يجي يخرج منه بعد اسبوع دكتور انا سناني غمقت اكتر من الاول. ما هو اللي حصل ايه؟ ان تركيز الهيدروجين بيروكسيد العالي عمل تاكل في طبقه المينا مش بس بايض السنه، هو وبالتالي السنه غمقت. ما نقدرش نقول ان الـ ان الـ ان التبييض او التفتيح مضر ولا مفيد، هو كل حاجه ليها اصول وليها الانديكيشن بتاعها وليها مين اللي بيعملها بالظبط، لازم تتعمل عند المتخصص بالظبط. دكتور السنان هو دكتور السنان بياخد الاسباب وبيعمل الطريقه السليمه، انه يعني بيحافظ على الشفايف بيحافظ على اللثه بيحافظ على الاسنان وبيعمل التبييض على كذا جلسه. تمام مره واثنين وثلاثه. عندنا في ميزه كويسه يا دكتور رحاب ان احنا كمان عندنا سبيشاليتي بالظبط، يعني احنا عندنا سبيشاليتي والسبيشاليتي دي طبعا بتبقى مهمه جدا ان كل دكتور ماسك حته معينه وبيشتغل فيها، فحضرتك ما شاء الله برضو في التركيبات وكده يعني بيرفكت. معانا برضو الدكتور حازم نشأت برضو هو ما شاء الله عليه في التركيبات يعني من النجوم يعني. الله يخليك. فدكتور حازم احنا كنا عايزين نتكلم بقى بالنسبه للتركيبات، دكتور رحاب بصراحه وضحت لنا نقطة كويسة جدا اللي هي الحفاظ على الشكل بتاع السنة، وده اللي احنا بنتكلم عنه المودرن دنتستري او الطب اسنان الحديث، وقالت لنا الفرق بين كل واحد. احنا عايزين بقى بالنسبة للتركيبات بصفة حضرتك استشاري تركيبات تقول لنا مريض السكر بالنسبة لي في التركيبات ايه اخباره، وهل سؤال تاني برضو خطر على بالي دلوقتي، هل السيدات الحوامل ليهم طب اسنان ولا ما لهمش؟
لان في ناس بتقول لك انا هستنى لما اولد، او عايز حضرتك برضو تتكلم لنا شويه على مريض السكر وعلى الحوامل بالنسبه لطب الاسنان بالنسبه للتركيبات بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا دكتور حازم نشأت استشاري تركيبات اسنان، لكن حته السكر دي يعني حته هي عامه مش بس للاسنان. مريض لما نيجي نعمل مثلا زراعه اسنان بيهمنا جدا حاله المريض الصحيه، زي مثلا حاجه مثلا زي الامراض اللي بتكون موجوده مثلا زي السكر. السكر ده مهم جدا ان هو يتظبط اثناء او قبل عمليه زراعه الاسنان، لان ارتفاع السكر بيؤدي الى عدم نجاح الزرعه بشكل كبير، فلازم نظبط السكر قبل زراعات الاسنان. وده طبعا بيأثر على الجسم عامه، احنا هنتكلم عن جزء الاسنان في مرض يعني السكر. السكر ده من الحاجات اللي فعلا مؤثره بالنسبه لنا كعلاج، وحتى عندنا يعني انا لما باجي بشتغل في الزراعه في المراكز بلاقي ان اول حاجه بنقولها العيان لازم نظبط السكر، وطبعا بنحوله على الخبير بتاعنا على اساس ان هو يقدر ان هو يدي العيان بالظبط الانديكيشن ويعمل ايه بالظبط، فبرضه مهم جدا بالظبط ان السكر ده يقدر يكون بالظبط. احنا فارق معانا. طبعا العيان ساعات بيعمل تحليل سكر ما بيبقاش صحيح جدا، احنا بنعتمد على تحليلات السكر اللي هي جلايكوزيليتد هيموجلوبين تيست، اللي هو بيشوف الجلايكيتد هيموجلوبين. احنا بنحتاج ان احنا نبقى العيان السكر ده او الدايابيتك يكون كنترولد، يعني تحت السيطره، يعني تحت السيطره يعني حوالي يكون 7%، يكون 7% اللي هو الجلايكيتد هيموجلوبين بتاعه. نقدر نقول ان 7% دي اللي هي تحتيها او هو تحتها اندر ريسك، لو جه 7% يبقى هو اندر ريسك. بالظبط، يكون بس تحتها هو على قدر ممكن الامكان. يشتغل عادي. ممكن احنا نحاول نعمل له كنترول ونشتغل عادي، وكل ده بيبقى في الايم او يعني هدفنا ايه، ان احنا نرفع نسبه السكسس بتاعه الزرعه، لان الزرعه دي بتبقى من ماده التيتانيوم بتعمل حاجه اسمها اوسيو انتجريشن مع العظم، فبالتالي لما بيكون في سكر مرتفع ان كنترولد ده بيأثر على عمليه الاوسيو انتجريشن دي اللي هو التكامل مع العظم، يعني بحيث ان لما نيجي نحط التركيبه النهائيه يكون الزرعه نفسها ماسكه في العظم، فلازم ان احنا نراعي العوامل دي كلها قبل ما نعمل الزراعات وكده هون يعني. طيب بالنسبه برضو الموضوع مهم جدا موضوع الحوامل. الحوامل طبعا يعني احنا بنعتني في الاسنان في الحامل خصوصا اثناء فتره الحمل، لان بيبقى فيه هرمون زي الاستروجين والبروجسترون ده بيزيد اثناء الحمل، فبالتالي بيأثر بيعمل حاجات مضاعفات مثلا في الجسم زي في اللثه مثلا بيعمل نوع من التهابات اللثه، وفي حاجه اسمها بريجنانسي تيومر زي اورام بسيطه كده في اللثه، وبيعمل نزيف في اللثه والتهابات، فلازم احنا اثناء الحمل نراعي الحكايه دي. طب بعض الناس طبعا بتتشكك بتقول مثلا انا في الحمل ده ما اقدرش اروح لدكتور الاسنان، لا احنا بنقول لهم لا، هو الحمل بيبقى 3 مراحل، الفيرست تايمستر والسكند والثيرد، فاحنا بنفضل ان احنا ندخل في موضوع العلاج الاسنان في السكند تريمستر عشان او اللي هو الجزء الثاني في الحمل، الثلث الثاني في الحمل، لان الجزء الاولاني والاخير بيبقى ايه في ريسك شويه. الريسك دايما بتبقى موجوده اعتقد بالنسبه لل بالنسبه للحمل في الاول 3 اشهر واخر 3 اشهر، لان اول 3 اشهر بيبقى الجنين بيتكون لسه بالظبط، بيبقى لسه الخلايا جديده ولسه الاجهزه بتاعت الجسم بتتكون، تمام، فدي بتبقى احنا بنقلها من اي ميديكيشن ايفن ما لو كان ما يحصلش جهاد او كده. والجزء الاخراني او تشوه عشان ما يحصلش ايرلي ليبر بقى ما تولدش بدري. بالظبط، فكنت برضو بحب اقول في الحته بتاعت الحمل دي ان احنا اذا كانت مثلا ليدي مثلا واحده داخله على حمل المفروض ان هي تراجع دكتور الاسنان بحيث ان هو لو في اي حاجه يظبطها قبل الحمل بحيث ما يحصلش مضاعفات اثناء الحمل. طيب دخلنا في الحمل زي مثلا هتعمل حشوات وكده مفضل ان هي تكون قبل الحمل، طب دخلنا في الحمل يبقى في رعايه اثناء الحمل وخصوصا في الجزء الاولاني اللي بيحصل فيه الالتهابات، بيحصل فيه قيء ساعات، فده طبعا بيأثر على المينا بتاعت الاسنان الاحماض اللي بتطلع دي، ما يفضلش ننظف بعديها على طول الاسنان، ناخد ساعه كده ممكن هي تمضمض بميه وبعدين يبتدي التنظيف بعد ساعه، لان الاحماض دي بتأثر على الاسنان وبتعمل فيها تآكل، فده خصوصا في الفيرست تريمستر او اللي هو الجزء الاول الثلث الاول من الحمل يعني، فمفضل ان احنا نعتني بيها من الاول للاخر. ولذلك لما بيجي مثلا واحده حامل بنبتدي نقول لها مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تعملها والاورال هايجين ميجرز اللي دي حاجات عامه يعني مش بس الحوامل، زي التوث براش والتوث بيست والتوث بيكس والدنتال فلوس والحاجات دي كلها والطرق الصحيحه في استخدامها.
وبنتابعها طول اشهر الحمل، وممكن في السكند تريمستر في الجزء الثاني نخش لها بقى في حالات الحشو واي حاجه مثلا فيها نشيل الجير نشيل الحاجات دي كده، ما فيهاش اي مشاكل تحت بنج موضوعي. يعني الحمد لله عندنا ما فيش مشكله عند اي حد، يعني سواء كان حمل او مش حمل احنا الحمد لله نقدر ان احنا نتعامل مع كل الحالات. دكتور رحاب، احنا عندنا في كمان من العيادات اللي بتشتغل بالليزر، فبما ان حضرتك برضو معانا فرصة ان احنا نتكلم على الليزر. انا اتكلمت شوية في المقدمة بس حابب ان حضرتك تقول لنا ايه البينيفيتس بتاعت استخدام الليزر، وبنستعمله عادة عندنا في العيادة في ايه بالظبط؟ يعني طبعا هو الليزر دلوقتي بقى استخدامه على نطاق واسع جدا في مجال طب الاسنان. كان الاول محصور استخدام الليزر في التبييض بس او تجميل اللثه، يعني تبييض وتجميل اللثه او العمليات التجميليه، لكن بعد كده الليزر بقى داخل تقريبا في كل تخصصات طب الاسنان. يعني دلوقتي اقدر اخلع ضرس العقل لو هو امباكتد يعني محفور في العظم، اقدر اخلعه بالليزر ان انا بوسع حوالين السنه وبالتالي بقطع الاربطه واعمل تلخلخ في السنه بحيث ان انا اقدر اشيلها بسهوله من غير اي مشاكل، من غير ما اكسر العظم او اكسر الاربطه او اعمل اي دامج. ده في ميزه كمان تانية حضرتك بالمناسبه، ان انت كمان مفيش بليدنج، مفيش نزف خالص. بالظبط، يعني من مميزات الليزر جراحه كلين، جراحه كلين مفيش بليدنج، المكان ستيرايل معقم، البيشنت ما بياخدش بنج، هو توبيكال اناثيزيا بنج موضعي ما بيحتاجش حقن، والالتئام اسرع. والالتئام طبعا اسرع، وبعد ما بخلص بحفز الاوستيو انتجريشن او مساله الهيلينج بالليزر. يعني الليزر بقى بيعمل كل حاجه بالنسبه لموضوع الخلع، كمان بالنسبه لموضوع الزراعه بقدر استخدم الليزر في ان انا افتح الفتحه بتاعه الزراعه، وان انا بعد ما انزل بالزرعه اقدر برضو احفز الاوستيو انتجريشن، لان الليزر نوعين، في سوفت تيشو وفي هارد تيشو. السوفت تيشو ليزر ده اللي بيستخدم للثه بس، اما الهارد تيشو ليزر بقى لا، انا اقدر استخدمه في العظم سواء في الخلع، الخلع الجراحي استخدمه بعد الزراعه عشان احفز مساله الزراعه والتعضم. انه هو عاده احنا بعد الزراعه دايما بنستعمله في حالات احيانا اللي فيها سكر كمان وكده، هو بتبقى بتسرع عمليه التئام الجروح جدا جدا، وتخلي الفيلد معقم، تخلي الفيلد معقم، اضمن ان مفيش بكتيريا، اضمن ان مفيش انفكشن، مفيش اي مضاعفات، اضمن انه السكسس ريت بتاعتي او نسبه نجاح الزراعه يبقى عالي جدا، واضمن التعقيم، واضمن ان المكان يبقى نظيف، كمان العيان مش حاسس بالم، كمان مفيش اي بليدنج زي ما حضرتك قلت، ولا اي بكتيريا ولا نزيف. ده المفاجاه كمان ان الليزر كمان بقينا بنستعمله دلوقتي حتى في الحشوات العاديه. بالظبط، وفي علاج العصب في في السيرفايكال مارجن مثلا، الحشوات اللي هي اماكنها حرجه جدا قريبه من العصب، اقدر استخدم الليزر في تنظيف الكافيتي، وان انا اعمل حشو وابعد عن علاج العصب خالص، وابعد عن علاج العصب خالص، في بنج. ولو سن العصب فيها ريتريتمنت، يعني عمل علاج جذور في مكان وعلاج جذور ده مش مظبوط وجاي يعالجها تاني، اقدر استخدم الليزر في الحالات دي وعقم الجدر، واقدر اقفل وانا ضامن ان الخراج مش موجود او نظفته تماما والمكان معقم. فالليزر دلوقتي بقى يستخدم في علاج الجذور، في الجراحه، في الزراعه، في الحشو، يعني كل حاجه حتى تقريبا. في التركيبات طبعا هو كان بيستخدم في عمليات الفرينكتومي، ان انا اقطع لجام اللثه، او ان انا احسن شكل اللثه، اعمل الابتسامه اللثويه اعالجها، او ان انا اورد اللثه، الناس اللي عندهم اللثه غامقه. كمان بستخدمه في الكراون لينثنينج، ان انا اطول حجم السنه لو ناس عندهم اللثه طويله شويه. كل ده بيبقى بمقاييس احنا بنبقى طبعا متابعينها، معروفه دوليه ليها اصول وقواعد، محدش بيعمل حاجه كده طبعا. يعني كل حاله بتختلف عن التانية، كل حاله بيجي العيان مثلا يا دكتور يقول لك انا عايز اعمل هوليود سمايل. طب ما انت عايز تعمل هوليود سمايل ده مفهوم، لكن كل واحد الهوليود سمايل بالنسبه له مختلفه. ممكن عيان يجي لي ابتسامته جميله جدا والاسنان مرصوصه صح واللثه كويسه، المشكلة عنده محتاج يعمل تبييض، يبقى الهوليود سمايل هتتحقق هنا بالتبييض. في عيان تاني عايز يعمل هوليود سمايل مشكلته في اللثة، سنانه برضو كويسة. طيب في عيان تالت اللثة كويسة بس السنان في مشكلة في اللون وطبقة المينا مش موجودة، ده ما ينفعش ولا تبييض ولا أعمله على جلاس، ده أعمله فينيرز. كل حالة ليها تشخيص بتاعها، ليها وضع بتاعها. بالزبط. وكل حاجة، واحنا الحمد لله وليها خطة علاجية مختلفة، ليها الخطة العلاجية كلها الحمد لله متوفرة، لأن كل التخصصات موجودة زي ما احنا شايفين الدكاترة ما شاء الله على ايه، على أحسن خبرة وأعلى خبرة. دكتور حازم، كنا عايزين نسأل حضرتك بمناسبة بقى كلمت الدكتورة رحاب على الزراعة والأوسيو انتجريشن اللي هو تحفيز نمو العظم،
بالنسبة للتحسين نسبة الكالسيوم في العظم، فأعتقد إن دي هو حضرتك برضو أنا عارف إنك ميال أكتر للحاجات اللي فيها استعمال الحاجات الطبيعية، خصوصا أنا عارف إن حضرتك بتحب جدا يعني توجه المرضى في الفترة اللي هي قبل ما يجوا العيادة، يعني لما يبقى في طارئ في كده، أو مثلا بعد الزراعة لما نيجي نعمل سيستم علشان خاطر هم يبتدوا إن هم يحسن حالة العظم. فعايز حضرتك تكلمنا على الحالة الأول، الكالسيوم اللي في العظم نقدر ننميه إزاي بالنسبة للمريض، يعني إيه السيستم اللي نعمله علشان يبقى العظم حالته أحسن عنده، وتقدر نقدر نعرف مثلا لو في حالة طارئة المريض جاي هيجي العيادة بس مثلا الساعة 12 واحدة بالليل جاله ألم شديد أو نزف لسه، ممكن يعمل إيه من غير ما يكون في دواء، يعني ما عندوش صيدلية ولا حاجة، فيعني بالطبيعي كده هوت. اتفضل. هو بس انا استكمل حته في الحمل دي، يعني ان الحوال ما يخافوش في السكند تريمستر، واحنا بنستخدم بنج موضعي وبيكون طبعا ممكن من غير ادرينالين عشان ما يبقاش في اي خطوره على الحمل. نخش بقى في موضوع الكالسيوم دون. طبعا احنا الكالسيوم موجود في اللبن والبيض ومشتقاتهم، مهم جدا ان لو ما عندوش حساسيه من الحاجات دي يعني ياخدها، واهم منها انه يتعرض لاشعه الشمس عند شروق الشمس وقبل غروب الشمس بساعه، لان في فيتامين د او فيتامين دي بيتنشط بالشمس في الاوقات دي، فهو زي المفتاح اللي بيدخل الكالسيوم جوه العظم وبالتالي بيحسن العظم. وكمان فيتامين دي اكتشفوا ان هو زي الايس بيرك كده، اللي اكتشفوه منه حته قليله جدا، اكتشفوا انه بيحسن الحاله النفسيه، بيحسن المناعه بتاعه الجسم، ان شاء الله بيبعد السرطانات، بيساعد على نقل الاشاره العصبيه بتاعه الكالسيوم، طيب اللي هي اللي بيدخل الكالسيوم يعني في الانسجه الجسم، وكمان بيساعد على النحافه او بيحسن العمليات الايضيه في الجسم. بالنسبه طبعا لما نيجي نعمل زراعه فاحنا محتاجين الكالسيوم وفيتامين دي، فدي الطريقه اللي احنا بنحسن بيها العظم. بالنسبه للحاجات الطبيعيه اللي هي مثلا زي مثلا واحد جاله الم بالليل وعايز يروح مثلا لدكتور الاسنان بس مش لاحق، احنا نقول له مثلا حاجات طبيعيه ممكن يعملها، زي مثلا يجيب كوبايه ميه دافيه وعليها نص معلقه ملح لو ما عندوش ضغط او كده، او المهم يعني ما يبلعوش لو عنده ضغط، ويقلب الميه في الملح ويعمل بيها مضمضه لمده دقيقه. طبعا ممكن يستخدم الفرشه والمعجون، دي برضو المعجون بيبقى فيه ماده بتضيع الالم شويه مع التنظيف. بنستخدم برضو من الحاجات الطبيعية لو في نزيف مثلا زي واحد خلع مثلا أو في نزيف في اللثة، باكيتات الشاي والشاي الأخضر بنحطها على أساس إن هي مادة قابضة، يعني مادة قابضة للأوعية الدموية، ده حاجة للطوارئ طبعا. تمام. قبل ما يروح العيادة. بس إحنا أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هو مش حضرتك لوحدك اللي غاوي حاجات طبيعية، طبعا أنا بحكم يعني صداقتي مع الدكتور خالد يوسف طبعا، وبحكم ان انا غاوي فعلا في الموضوع ده، انا عايز اقول لحضرتك على معلومه يعني هي مش غريبه عنك، يعني احنا عندنا الفيتامين سي وفيتامين د من الحاجات اللي اكتشفوا ان هي بتعالج بعض انواع السرطانات احسن من الكيموثيرابي، يعني فعلا. وده كان في بحث انا كنت عامله في الجامعه عندنا، كان بيتكلموا على ان الفيتامين جيم بالذات، يا دكتور رحاب، فيتامين جيم بالذات في حاجه بتخلي الخلايا السرطانيه تموت وفي نفس الوقت مفيد للخلايا الطبيعيه، زي يعني بعكس الكيموثيرابي والحاجات دي بتبقى بيدمر كل حاجه، كله بيتدمر، بيساعد على الانتجريتي بتاعه الاوعيه الدمويه. فعلا الحاجات الطبيعيه دايما بتبقى مفيده، وعشان كده برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتخش في السيستم الكبير قوي اللي عندنا علشان علاج الحالات المختلفه. يعني عايزين نعرض شويه صور بحالات احنا عملناها زراعه دكتور رحاب، وكنا عاملينها وحضرتك كنت معانا فيها، والحالات دي كان معنا دكتور محمد صلاح شريكي طبعا وحبيبي، والدكتور حازم برضو كان موجود. لو في صور للحالات الزراعة اللي موجودة نعرضها. دي كانت استعملنا فيها الليزر أثناء وبعد الجراحة، كانت دي زرعة فورية اتعملت على المنطقة اللي فوق الخلف، وكانت نتيجتها ممتازة. لو في صورة تانية، دي صورة للبليتشنج يا دكتور رحاب كنت بتكلم عنه، لو حضرتك شايفة انت كنت اتكلمتي على الجل اللي تحت ده، صح؟ بالظبط هو ده اللي بيعمل بروتكشن او حماية للثة
من التهابات اللثه ومن الاحساس بالحرقان او انه يحصل بياض في اللثه او نزيف في اللثه نتيجه انه بيستخدم ماده التبييض من غير ما يحمي اللثه او يحمي الشفايف، فبيعمل بيرنز او بعض الحروق في الاماكن الحساسه دي، لانه طبعا في فرق بين النسيج الرخو او السوفت تيشو والنسيج الصلب اللي هو الاسنان. تمام، النسيج الرخو اللي هو الاحمر اللي هو اللثه والجل، وزي ما حضرتك شايفه الحاله دي كانت انديكيتد، كانت احنا بنقول ان في لازم يكون في انديكيشن ويعني مطلوب ليها التبييض الاسنان بالزبط. والنتيجه الحمد لله كانت زي ما حضرتك شايفه كده اهوت، وده طبعا يعني تسلم ايدك يعني عليها دكتور رحمه. تسلم ايدك. الحاله اللي بعد كده اهوت ده الدكتور محمد صلاح، ده كانت عمليه زراعه فك كامل بصراحه، ودكتور محمد صلاح هو الغائب حاضر يعني، احنا هو شخص جميل برضو من ضمن الاكسبرتس اللي معانا في التركيبات، واحنا الحاله دي بقى احنا اشتغلناها فعلا بالليزر يعني، احنا علشان عدد الزراعات كان كبير فكان لازم نعمل لها تحفيز للنمو بالعظم بالليزر، وزي ما حضرتك شايفه الناحيه اليمين الصوره الناحيه الشمال في الزراعه والناحيه اليمين بعد التركيب كانت النتيجه اكتر من رائعه بصراحه يعني. بالظبط حقيقي يعني باين عليها الصوره اللي بعد كده. طبعا ده كانت عيان بنعمل له برده قبل العمليه، وكان دكتور محمد واقف معانا عشان احنا بنعمل سيستم سواء انا او دكتور محمد او حضرتك، ان دايما بنعمل بنختار الاول خطه للعيان يعني. بالزبط. احنا مش بنشتغل ما فيش حد فينا بيشتغل مع العيان وتشرح عليه الخطه العلاجيه. لازم هو يدخل فيها ويختار برضو، كل حاله بيبقى لها اكتر من خطه علاجيه لغايه لما نستقر على خطه علاجيه باقتناع من العيان طبعا وبموافقته. تمام تمام. والخطه العلاجيه دي احنا بنوجهه ليها حسب العلم اللي احنا شايفينه بالنسبه بالزبط. للمكان ده الانسب والحل الامثل، الحل الامثل للحاله دي. بالظبط كده. الصوره اللي بعد كده بقى، لو في صوره بعد كده كان في صوره فيها برضو حاله كنا اشتغلناها، كان معانا الدكتور حازم ساعتها، ما اعرفش اذا كانت الصوره موجوده ولا لا عندكم في الاعداد. دي كانت برضو حاله، بس دي كانت حاله تركيبات كلها تركيبات وزراعه، بس يبدو ان هم في الاعداد ناموا شكلهم مش موجود. كان فيها تركيبات وزراعه، وكانت بصراحه من الحالات برضو كانت فيري ساتيسفاينج للعيان. دكتور رحاب، كنا عايزين برضو ان نسال حضرتك على الزراعه وانواعها يعني. لو حضرتك بتختاري دلوقتي مريض علشان نعمل له زراعه، انا عارف ان احنا بنشتغل الزراعه مع بعض كتير، فاختيارنا انا بس عايز حضرتك تقولي للجمهور ايه الفرق بين اختار العيان ميل او فيميل يعني راجل او ست، هل في فرق بينهم؟ هل الوضع بتاع حالته نفسها اذا كان عنده سكر ولا لا؟ هل نوع العظم بيختلف ولا لا؟ فحضرتك ممكن تديني بس ايديا وانا مع حضرتك لان احنا بنشتغل الحاجات دي مع بعض. لا حضرتك حضرتك الخبره كلها يعني. ربنا يخليك ربنا يخليك. طبعا هي الزراعه بالنسبه للمريض دلوقتي اختيار الحاله. اتفضلي فهمي. اختيار الحاله لازم يبقى مبني على اسس. زمان كانوا بيقولوا مريض السكر ما يزرعش، لا دلوقتي مش كده، بنقول مريض السكر يزرع بعد ما يبقى كنترولد. لازم ناخد حاجه اسمها سكر تراكمي ونتاكد انه بقى كنترول يعني ملتزم، ويلتزم كمان بعد الزراعه، لانه ممكن يلتزم لغايه لما يزرع وبعد كده يرجع في موضوع الالتزام ده، ساعتها دي تبقى مشكلته هو مش مشكله الدكتور. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه يعني بالنسبه للضغط او بالنسبه لاي مشاكل صحيه خاصه بالعيان نقدر نتابعه قبل عمليه الزراعه. في بقى حاجات لو موجوده عند العيان ما اقدرش ازرع له، زي امراض المناعيه اللي هي الاوتو امين ديزيز، لو الجسم عنده مشكله او مرض مناعي فالجسم بيهاجم نفسه، روماتويد، مشاكل في المفاصل، كل الحاجات مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الدم، لان هو في الاخر جسم بيتزرع يعني. بالظبط، جسم غريب بيتزرع فالجسم بيهاجمه. بالظبط. والسيدات برضو بنبقى قلقانين من كلمه الكالسيوم زي ما قال دكتور حازم. بالزبط. لو صوره الدكتور حازم موجوده يا جماعه يا ريت تعرضوها، اللي كانت فيها الحاله اللي قلنا عليها يعني، احنا بس بنحاول ان احنا ايه قبل ما نختم الحلقه نعرض الصوره ديت. كانت موجوده والله، معلش كانت موجوده كنا شايفينها. بس قبل ما تيجي الصوره اضيف حاجه كده، ان من الحاجات برضو الطبيعيه اللي بتضيع الام الاسنان قبل ما يروح المريض للدكتور القرنفل وزيت القرنفل بيحطهم بتسكن بشكل كبير الالم يعني. تمام. وبالنسبه لحته التركيبات برضو
التركيبات بقى علم كبير دلوقتي منفصل يعني توسع بشكل كبير بمساعدة الكمبيوتر. بقى في حاجة اسمها كات كام بمساعدة الكمبيوتر وفي وبناخد برضو ساعات المقاسات بالكاميرا أو بشكل عادي بس بكله بيكون بمساعدة الكمبيوتر. وبيبقى في طبعا في التركيبات جزء متحرك وجزء ثابت. طبعا كل التشخيص الصحيح هو اللي بيحدد احنا نتجه أنهي اتجاه. ففي بعض المرضى بيبقوا محتاجين اللي هو المتحرك والبعض التاني بيحتاج التركيبات الثابتة اللي هي كمان بتكون على زرعات الأسنان. هي دكتور حازم صورة أخيرا ظهرت دي الحالة دي احنا كنا اشتغلناها مع بعض على الاثنين دول وكانت التركيبات وكان الدكتور زي ما الدكتور حازم بيقول والدكتورة رحاب هي كان اتكلمنا عن الزيركون واتكلمنا عملنا ساعتها كانت حالة اتعملت على الكمبيوتر بسمايل ديزاين والحمد لله ما شاء الله يعني انتوا الاثنين اكسبرت فيها يعني كان ايماكس وكان ما شاء الله هم اتغيروا واختلفوا خالص واختلف شكله تماما وحضرتك يعني. طبعا منور اهو الله يخليك الله يخليك شكرا لفريق الاعداد يعني بصراحه ان هو تعبوا لها احنا يعني عايزين نقول يعني ان فعلا طب الاسنان زي ما انا قلت في الاول كده اهوت احنا عندنا تيم وورك وفي بروجرس بيحصل واحنا زي ما يكون لو الدكتور السلام ده وقف هيرجع لورا لان القطر بيجري طبعاً القطر بيجري لقدام طبعاً. فلازم وما ينفعش دكتور الاسنان يبقى وان مان شو يعني ما ينفعش دكتور الاسنان بالزبط. يبقى هو الطبيب الوحيد في العياده لا في طبعا لو الموضوع ما فيهوش تيم ورك او تيم سبيريت كل تخصص كل ده بيبقى يعني احنا عباره عن اكتر من 10 تخصصات سواء بالنسبه لعلاج اللثه او اورام اللثه او التركيبات الثابته او المتحركه او التقويم او اسنان الاطفال او الجراحه او الحشوات او العلاج التحفظي او علاج الجذور الحشوات التجميليه كمان والحشوات التجميليه عايزين نتكلم في حلقات كتيره جدا على فكره على التخصصات كلها. دي لان طبعا. فعلا الطب اسنان الكلام فيه كتير جدا لا ينتهي والعلم فيه لا ينتهي فعلا واحنا فعلا يعني معلش الوقت اكلنا طبعا. انا عارف دكتور حازم انت ليك في كلام كتير عايز تقول حته الحشوه التجميليه والحشوه التجميليه دي وكل حاجه بس والهيريد سمايل الاسنان سريع سرقنا يعني. واحنا استمتعنا جدا بالحوار معاك والله سواء كان الدكتوره رحاب علي حسن استشاريه تركيبات الاسنان والدكتور حازم نشأت استشاري تركيبات الاسنان وكان معاك الاستاذ الدكتور عمرو حلمي البولوك استاذ بكليه طب اسنان المنيا و سعدت جدا بصحبتكم النهارده وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بعد كده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.